مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من حلقات من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل الشارع المصري هذه الأيام، ومن بين هذه الملفات اغترنا لكم موضوعا في غاية الأهمية وندق فيه ناقوس الخطر، إذ أنه يتعلق بالمنظومة الصحية في مصر. إحصائيات كبيرة وكثيرة جدا تداولتها المواقع الإخبارية عبر الساعات القليلة الماضية تؤكد هجرة عدد كبير من الأطباء المصريين، والإحصائيات تقول 60% من الأطباء المصريين هاجروا خارج مصر ما بين الدول العربية والدول الأجنبية. وأرجعوا أن السبب الأعظم في هذا الموضوع هو ما يتعلق بتدني الأجور. حول هذا الملف نناقش ضيوف هذه الحلقة. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيف وضيفكم الأستاذ حسين بدران المحامي، فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أيضا أسعد وأشرف في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الأستاذ الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. نورتنا وشرفتنا. أيضا أسعد وأشرف في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الدكتور خالد أمين، عضو المجلس العام لنقابة الأطباء، فأهلا ومرحبا بك. نورتنا وشرفتنا. أهلا بك شرف. خلوني بداية أبدأ مع أستاذنا الدكتور خالد من باب السنة فكبر. الله يبارك فيك استاذنا دكتور خالد. يعني سمعنا احصائيات كثيره جدا تداولتها المواقع الاخباريه وبرامج التلفزيونيه عبر الساعات القليله الماضيه تتكلم حول هذا الملف الخطير جدا ما يتعلق بهجره الاطباء. الموضوع تناقشه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين وجهتين نظر مختلفه، البعض يؤيد والبعض يعطي من المؤشرات او يعطي من الاقتراحات ما تجعل الدوله تلزم الطبيب بالمكوث في مصر عدد من السنوات المعينه بعد تخرجه من الكليه او بعد الدراسات العليا بحيث نضمن عدم وجود هذه الاستقالات الجماعيه في وزاره الصحه. تفضل. موضوع الهجره طبعا موضوع كبير بتعاني منه كل الدول الناميه، فكره الهجره من الجنوب الى الشمال موجوده في كل الدول. نعم. وفي كل المهن. اللي أثار الموضوع هو نقص عدد الأطباء في مصر، خاصة في بعض التخصصات الملحة وخصوصا التخصصات اللي هي منقذة للحياة، الطوارئ والرعاية المركزة وغيره. وطبعا جت فترة الكورونا كانت في كلام عن الخدمة الطبية أكثر والنقاش زاد، فظهرت هذه المشكلة رغم أنها مشكلة قديمة يعني. نعم. وإن احنا بنسمع من وقت لآخر عن زوارق تحمل مصريين في البحر المتوسط، بعضها بيصل إلى أوروبا بعضها لا يصل. صحيح. لماذا يخرج الشباب المصري من مصر إلى دول أخرى حتى لو ألقى بنفسه بالبحر بدون أوراق ودفع فلوس لناس وكلام من ده؟ لكن هل ده بيحصل في الأطباء أيضا؟ لا، الأطباء ما بيسافروش بهذه الطريقة. نعم. لكن في بعض الأطباء بيسافروا بطريقة يعني تحتمل نفس المخاطر. اللي هو يعني لسه لم يكمل دراساته العليا، لا لسه لم يكمل تدريبه، ويطلع بان هو اتعلم لغه او شيء الى بلد اخرى ترحب بالاطباء ليبدا من الصفر ويقامر في منافسه. طيب مع اطباء من كل انحاء. كنا بنسمع ان ده بعد الدراسات العليا، لكن وجدنا الان عدم الاطباء بيقولوا بعد التخرج من الكليه مباشره يذهب الى اكمال دراساته في الدول الاجنبيه، هذا صحيح؟ خلينا نكمل. نعم. الايه فكره الهجره، احنا قلنا الهجره بصفه عامه ان هي موجوده. تمام. المجتمع هل مهتم بفكره هجره المصريين؟ لا. ليه اهتم بفكرة هجرة الأطباء؟ نظرا لنقص العدد اللي موجود. طب ليه الأطباء بيهاجروا؟ حضرتك أشرت إلى موضوع الأجر. نعم. الإنسان بيعمل ليه في أي حتة في الدنيا؟ بيعمل عشان أجر وعشان توفير لقمة عيش طيبة لأولاده يعني. وعشان يكمل في عمل لازم يكون في احترام في هذا العمل. نعم. لازم يكون ظروف العمل نفسها عدد ساعاته آدمية. ولازم يكون العمل ده بيوفر له حتى مستقبل جيد يعني. نعم. بكره ظروفي ايه في هذا العمل؟ لكن السبب الابرز ايه؟ كل دول. كل دول؟ كل ما اقدرش اقول ان تداني الاجور هو السبب الابرز في هذا الامر؟ لا لا، كل دول. نعم. نمره واحد، الاطباء الاجور متدنيه جدا وخاصه مقارنه باجور الاطباء في اي بلد في الدنيا. احنا ما بنتكلمش على البلاد الكبيره ولا الغنيه. احنا بنتكلم عن ليبيا وعن الصومال وعن اليمن اللي هي متوسط يعني اقل اجر للطبيب اللي بيبتدي 2000 دولار. نعم. اللي هو 40000 جنيه. كم يصرف الطبيب دلوقتي يا دكتور خالد اول ما بيبدا شغل؟ بيبتدي بحوالي 2000 وشويه يعني 3000 جنيه. النبطشيات حضرتك متخيل ان القانون بيقول ان النبطشيه الست ساعات النبطشيه النهاريه ب 20 جنيه. نعم. لا تكفي المواصلات حتى اللي يصل بيها للمستشفى. النبطشيه الليليه ب 40 جنيه 12 ساعه، فطبعا اجور هزليه. لكن الاكثر بقى هو عدد ساعات العمل. نعم. عدد ساعات العمل عندنا في الطب
مشكله كبيره، لان احنا مش موظفين. انا كجراح ما اقدرش تيجي الساعه 2 استاذن من العمليات وامشي عشان عدد ساعات انتهى. في اي بلد اخرى بيتم تقييم عدد الساعات الاضافيه وتدفع للطبيب بحيث ان هو بيرضي ضميره بشكل مرضي للطبيب. وفي نفس الوقت هناك حد اقصى لعدد ساعات العمل التي لا يجب ان يعمل الطبيب يعني فيما وراءها لحمايه روح المريض. انا ما اقدرش اقعد 24 ساعه صاحي. لذلك الظروف العمل في مصر ما فيهاش اي حدود. ممكن حد يحمل مسؤوليه قانونيه لمده 48 ساعه لمده 72 ساعه متتاليه، ما حدش جه استلم منه، وما فيش قانون يمنع عمل اطباء فتره اضافيه وبدون اجر او باجر هزلي زي ال 20 جنيه والكلام اللي هو بنسمعه ده. نمره 3، موضوع تعرض الاطباء للمخاطر اثناء العمل، تحميل الاطباء مسؤوليه الخدمه الطبيه. المفروض من الذي يقدم الخدمه الطبيه؟ المؤسسه. المؤسسه دي قد تكون عامه مملوكه للدوله، قد تكون خاصه مستشفى خاص. هي المسؤوله، هي اللي بتختار الاطباء وبتعينهم وتحدد لهم اجورهم وبتحط وبتنقي التمريض وبتجيب الاجهزه الى اخره. احنا ما عندناش خالص فكره تحميل مسؤوليه الخدمه الصحيه للمؤسسات. احنا بنحملها مين؟ للطبيب. ما هو بتحملها المؤسسه لو في خطا من المؤسسه. ما هو كل ده خطا في الاجهزه. يعني انا النهارده المؤسسه جاءت تعاقدت مع طبيب غير جيد. واخد بال حضرتك؟ ما عندوش الشهادات ولا التدريب الكافي. تمام. الخطا مين؟ خطا المؤسسه. النهارده النور قطع وانا شغال في العمليات. خطا المؤسسه. تعقيم سيء. خطا المؤسسه. لكن لو إنما الجرح مين؟ الجرح باظ نتيجه التعقيم، المريض بيرفع قضيه على مين؟ على الطبيب. تمام. ده قصدي. بعد كده ما يتعرض له الاطباء من عنف في المستشفيات. سواء نتيجه عدم الرضا عن الممارسه الطبيه، من اهالي المرضى، من اهالي المرضى. عدم الرضا عن الممارسه الطبيه او عدم توافر الخدمه الطبيه. مفيش سرير رعايه مركزه وانا رايح شايل والدي او والدتي او اخويا او ابني. مفيش اسره. طب البعض الدكتور خالد بيتهم الاطباء ان تعاملهم في المستشفيات العامه يختلف عن تعاملهم في العيادات الخاصه، وان الطبيب بيتعامل مع المريض، طبعا مش كل الاطباء، لكن الطبيب بيتعامل مع مريض زي تعامل المدرس مع فريق التشبيه في المدرسه، في المقابل في الدروس الخصوصيه بيكون معاملته مختلفه تماما مع الطالب. خلينا نتفق ان احنا دايما هناخد اي ادعاء في وجود الاستاذ ان احنا يعني نفنده بطريقه صحيح. موضوعيه. اولا قد يكون هذا الادعاء صحيحا فيجب ان نبحث عن اسبابه. اذا كان صحيحا لماذا يفعل الطبيب ذلك؟ هل سالنا نفسنا؟ ولذلك ما احنا هنفترض الافتراض الاولاني. الافتراض الثاني، لو كان الادعاء غير صحيح، لماذا يتهم الاطباء بان هم مختلفين هنا عن هنا؟ لان برضو المريض بيسوق اليه ان الخدمه الطبيه جيده. المسؤول بيطلع في التلفزيون، الخدمه الطبيه ممتازه، كل شيء متوفر، ادويه متوفره، والاماكن كتيره والحمد لله تمام. فبيصدر الطبيب في الصوره مع الناس. روح المستشفى، مين اللي موجود في المستشفى قدامه؟ الطبيب. مفيش سرير مركزه يضربه، مفيش دواء يضربه، يعني الاعتداءات بتحصل. الامكانيات غير متوفره كامله. انا بقول لحضرتك احنا عندنا نوعين من الاعتداءات. اعتداء نظرا لعدم توافر الخدمه اللي هو المريض مقتنع بيها. انا عندي مشكله كبيره جدا وعايز سرير مركز. الطبيب هو المسؤول عن توفير سرير مركز. لا. تمام. تمام. نمره 2، عدم الرضا عن نتائج الخدمه الطبيه. واحد لا قدر الله عنده السكر، حصل مضاعفات، بترت ايده. يروح يرفع قضيه على الطبيب، مع ان معروف ان من مضاعفات مرض السكر مشاكل الاوعيه الدمويه، ممكن تيجي في العين فيبقى في مشاكل في النظر، ممكن تيجي في الاطراف، ممكن تيجي في القلب. ممكن تيجي في المخ. لكن لو في اهمال من الطبيب في متابعه الحاله مثلا مما ادى الى وجود مضاعفات حصلت موضوع ده. الكلمه الجميله اللي هي الاهمال. يعني ايه اهمال بقى؟ احنا في وجود يعني متخصص قانوني. نعرف كلمة الإهمال. الإهمال في القانون هي الإفراط أو التفريط في مزاولة المهنة. تمام. يعني إيه إفراط؟ يعني واحد من بنات أفكاره عمل حاجات هو ما غير مستعد ليها. واحد طبيب امتياز ادعى أنه أخصائي. تمام. أخصائي ادعى أنه استشاري. واحد طبيب نسا بدل ما يجيب طبيب تخدير يبنج الحالة هو بيخدرها بنفسه. تمام. كل الحاجات دي اسمها إيه؟ إفراط. طب في تفريط. حاجات أساسية في الطب لازم تجرى للخدمة الطبية زي التعقيم في العمليات. زي ان انا اجهز المريض بطريقة معينة، تعليم الجهة اللي هيتجرى عليها العملية وعملت عملية في جهة اخرى. دي اسمها الاهمال. هل الكلام اللي احنا بنتكلم بيه في الحاجات دي؟ لا، احنا دايما بنتكلم في حاجتين، المضاعفات والاخطاء. الاخطاء برضو انواع. اخطاء تقنية، جهاز باظ، الكهرباء اتقطعت، تعقيم، ما فيش كلام. مش التحقيقات لا، ما فيش تحقيقات.
ما احنا نعم، عندنا في يعني مصر، الطبيب لما بيروح للتحقيق لا بيقول والله انا حصل ما كمان قطعت، عندناش في حصل مصر، مشكلة في الجهاز، مش الجهة بتحقق في هذا ما الأمر. انا بقول لحضرتك احنا ما عندناش في مصر جهة تحقيق طبية زي بقية دول العالم. نعم الكلام ده ما هوش يعني ميكانيكا ولا نعم. لا طب تقنية. اشكرك، خليني ارجع لك تاني دكتور خالد. انا عفوا ماشي. دكتور خالد امين، يعني كان الدكتور خالد سمير مشكورا بيتكلم ان ممكن مثلا واحد وليكن امتياز ده عن هو اخصائي او ما الى غير ذلك. طب احنا بنشوف ان كتير في المستشفيات الحكوميه بيبقى موجود دكتور اللي هو الجي بي الممارس العام، واحيانا من الممكن ان هو يعطي روشته معينه او يشخص تشخيص معين ربما يكون خاطئ لعدم تخصصه في هذا الموضوع او في هذا الموضوع تحديدا، فيؤدي ذلك الى مشكله او مضاعفه طبيه للمريض. بيحصل لان هو المريض ما بيروح المستشفى ما بيلاقيش قدامه غير الدكتور الممارس العام اللي موجود، وبالتالي بيتعامل مع الحاله. هو الحقيقه المستشفيات ما فيهاش ممارسين عامين، يعني هو المستشفيات نعم. اللي انت مين قاعد في الاستقبال؟ بيبقى في عندك اكتر من صفه للطبيب اللي قاعد في الاستقبال. نعم. بيبدا الاول خالص بالطبيب المقيم في التخصص، سواء كان ده في تخصص طوارئ، دول ناس بتبقى متخصصه في طوارئ، بيبقوا واخدين نيابه، بيبقوا مسجلين في دراسات عليا سواء كان في الزماله او في الماجستير او حاجه. بس انا مش شرط يكون بيبقى نيابه معاه. الطوارئ، يعني مثلا ما نيابه لسه اقول نسا ممكن لحضرتك، الاستقبال. لسه اقول لحضرتك ده اللي موجود دلوقتي في مستشفيات كتير جدا، ونتمنى ان هو يتم تعميمه، ان هم بيكونوا اكثر درايه في التعامل مع الحالات في الطوارئ، بالذات الحالات اللي هي محتاجه حالات محتاجه تحركات اسعافيه او غيره. بيبقى طبعا في اطباء في تخصصات مختلفه، كلهم بيبقوا اطباء مقيمين معاهم الاخصائي ومعاهم استشاري، يبقى لا يعني عفوا، موجود يعني في انا معلش على ارض انا كنت الواقع لسه هقول لحضرتك في دلوقتي المستشفيات الاخصائي والشباب ايش موجود ما هوش قاعد. لازم انت حضرتك بتقابل الباكج ده كله مره واحده، حضرتك بتقابل طبيب مندوب للفريق ده كله، الباقيين بيكونوا لا بس موجودين يعني في اماكن اخرى داخل المستشفى بيشتغلوا طبعا. ده الكلام ده في المراكز لا والقرى طبعا والنجوع يا فندم؟ موجود في كل مكان ده. لا يا سيدي، هذا لا الامر معلش يعني يعني ليس بهذه الدقه اللي حضرتك بتتكلم طيب بيها يعني. يعني هو انا بس عايز اعرف دلوقتي احنا بنتكلم على مشكله هجره الاطباء والنزيف نعم، بس الاطباء احنا اللي بنتكلم بيحصل برضو في البلد، ايه الاسباب ولا والوضع بنناقش بشكل عام. قضايا حقيقيه. حقيقه انا كان عندي كم مؤاخذه على كلام حضرتك من شويه اتفضل. في حته مثلا لما حضرتك بتقول له واهمال الاطباء، تقول له دكتور خالد واهمال الاطباء، الحقيقه اهمال الاطباء ده مش لفظ تحول من لفظ المفروض ان هو تحكم به جهه قضائيه تقول اذا كان الطبيب ده مهمل ولا لا، الى لفظ اعلامي احنا لم بيتم نعين تسويقه. احدا معينا يعني ما هو بنتكلم ده بشكل عام، كل مهنه فيها حضرتك صالح وطالح. حضرتك الشخص البسيط اللي قاعد وبيشوف التلفزيون دلوقتي وبيسمع الاتهام بشكل مباشر، واحيانا بيبقى في حوادث معينه، يعني حضراتكم او الساده الاعلاميين الزملاء بيجيبوا احيانا ضيوف مرضى تكون نعم. حصل لي اي مضاعفه من المضاعفات او اي حاجه لم فيتم يتم الطبيب التحقيق الاهمال فيها ولا حاجه، ويكون اول ظهور لهذا الموضوع هو في الاعلام وفي التلفزيون. نعم. شوف الناس البسيطه يبقى كلهم متحفزين للاطباء بشكل عام، يبدا ان هو يروح المستشفى يلاقي دكتور بيشتغل معاه مثلا او حاجه لا تعجبه طريقه الدكتور او حاجه، فيقول له انت ممارس عام او انت ما جي بي زي ما انا مش سمعت في عارف التلفزيون يعني. او حاجه. نعم في الغالب مش هيكون عارف يعني، هو قالوا له دلوقتي انا اسمعها بقى عندي حضرتك دلوقتي مثلا من حضرتك دلوقتي ان حضرتك بتقول ممارس العام موجود في المستشفى. نعم. فهيروح هناك اول حد هيقابله والله لو قابل استشاري هو ممارس عندي مش هو تهمه، بيعتقد ان هو ممارس طيب عام. هو ده ممارس عندي مش تهمه للدكتور يعني، بتتقال في سياق انها تهمه. نعم. وانا لما انا شفت في اكتر من مثال، وانا يعني انا طبيب لسه موجود برضه في مرحله ان انا بقعد في الاستقبال وبقابل نعم. الناس وحاجات بالشكل ده، انا بقول لحضرتك دي من الحاجات اللي بتقال لينا وكانها سبه. تمام. ان انت ممارس عام، قاعدين لنا اطباء امتياز، ما قاعدين لنا مش عارف ايه ده، فاهمني؟ فبتبقى الحكايه وصلت له بشكل ما من الاعلام، وانا بقول لحضرتك الاعلام شريك اساسي في القضايا اللي احنا بنعاني منها كلها، سواء كان نزيف الاطباء وهجره الاطباء، سواء كان في التحامل على تصوير اطباء كان هم المسؤولين عن تردي الاوضاع الصحيه اللي حضرتك بتتكلم عنها والقضايا دي كلها. الكلام دايما بتلاقيه لما بنيجي نتكلم في قضايا عامه تلاقيه دايما دخل، وحضرتك حصل نفس الكلام ده دلوقتي حالا واحنا قاعدين احنا بنتكلم في قضيه عامه وحاجات بالشكل ده، حضرتك خدتنا لاهمال الاطباء. طب والطبيب لو اهمل، الطبيب لو اهمل ده الدكتور خالد بيتكلم عن المسؤوليه الطبيه وبيتكلم ان الدكتور من الممكن يواجه أنا كذا وكذا وكذا، على ذكر كلمه المسؤوليه نعم. الطبيه، الحقيقه في اكتر من مشروع قانون للمسؤوليه الطبيه مقدم من البرلمان تم التعريف فيه كلمه الاهمال دي. نعم. يعني القانون المسؤوليه الطبيه المفروض ان هو بيعالج ثلاث انواع من المشاكل الخاصه بالمريض بعد الممارسه الطبيه اللي حصلت معاه، سواء كان حصل معاه مضاعفه طبيه او خطا طبي او اهمال طبي. تمام. كل المشاريع اللي
قدمت استثنت مجموعه من الاطباء او مجموعه من الممارسين الصحيين وخرجوهم بره القانون بحيث ان هم يحالوا لقانون العقوبات المصري. وده اللي اتقال فيه ان هو ده الاهمال الطبي بقى. يعني الاهمال الطبي مش ان واحد يعمل ممارسه طبيه فتحصل مضاعفه مع المريض حتى لو وصلت الوفاه. يعني في اجراءات طبيه يمكن دكتور خالد سمين من الناس الشين استاذ الكبار في جراحه القلب، جراحه القلب من الجراحات اللي بتحتمل نسب وفاه عاليه شويه مقارنه ببقيه الجراحات الاخرى. حتى انا بقول لحضرتك ممكن تحصل وفاه، تحصل مضاعفات حتى تصل لدرجه الوفاه والطبيب مش مهمل. طبعا احنا تم التصوير للناس والطبيب مهمل. طبيب مهمل امتى بقى؟ طبيب مهمل اذا 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 مارس تخصص في غير تخصصه. يعني واحد دكتور نسا ولقيته بيعمل عمليه قلب، الدكتور بطنة وبعدين دخل يعمل عملية زايدة، فاهمني؟ أو مارس الممارسة الطبية دي في مكان غير جاهز ولا مجهز ولا ولا مهيئ للممارسة الطبية دي. أنا هقول بس على ده مهم قوي الحتة دي عشان بس الناس تعرف إمتى يعني يكون الوصف ده لائق بالحالة اللي إحنا بنتكلم فيها. الطبيب قام بعمل إجراءات واختبارات ودراسات بحثية على مرضى بدون ما يكون مخول ليه إن هو يعمل ده. الطبيب مثلا قام بتجربة أدوية طبية غير مصرح بتداولها ولا في مرضى برضو من غير ما يكون مخول ليه ده. الطبيب قام بترك المريض دون تقديم اسعافات خاصه به او دون تقديم خدمات طارئه من شانها ان هي تنقذ حياته او غيره وحصلت بقى مشاكل للمريض ده. دي النوعيات اللي ممكن نتكلم فيها. لكن سؤال يا دكتور، دلوقتي بيحصل في المستشفيات الخاصه كثيرا ان دكاتره وليكن مثلا اخصائي جراحه مسالك بيشتغل شغل بتاع الجراحه العامه او جراحه الاوعيه الدمويه والعكس. الكلام ده بيحصل على ارض الواقع ولا ما بيحصلش؟ لا ما بيحصلش. لا بيحصل سيدي والله. يعني عايز بيحصل. طب خليني اروح للاستاذ حسين وارجع حضرتك تاني. طب هو الاستاذ حسين هرجع تاني بس عشان الاستاذ حسين ياخد فرصته. استاذ حسين الله يبارك فيك يا مرحبا. خلينا نتكلم في موضوعنا الاساسي وهو ما يتعلق بهجره الاطباء وهذه الاعداد الكبيره التي هاجرت من الاطباء نظرا لوجود كثير من الاسباب تحدث عنها الساده الافاضل الاطباء، ولا شك ان هذه اسباب موضوعيه جدا. راي حضرتك ايه في هذه النقطه؟ اولا الحق في الصحه ده معروف ان هو حق من حقوق الانسان الطبيعيه اللي مولود بيها، اللي موجود في الاعلان العالمي واللي الدستور الدساتير كلها نصت عليه. المشكله ان احنا المواطن متاخد كرهينه في معادله صعبه بين الاطباء وبين الاداره. نعم. الاداره سيئه جدا وفاشله جدا في اداره الملف الصحي، واحنا يعني كتير شايفين كده، والاطباء نفسهم قالوا الكلام ده. ما هو تدني الاجور ده من ايه؟ او ان انت ما بتوفرش الخامات اللازمه للاطباء، او ان انت ما بتوفرهمش الرعايه والامن ان هم يبقوا امنين. كل ما يتعلق بالمنظومه الطبيه حتى تكون صالحه للمرض. لكن في الاخر الطبيب خد وهو بيحاول يحمي نفسه في هذا الخلل، خد معاه المواطن رهينه في المعادله الصعبه دي. ازاي؟ اصبح المواطن ما بيلاقيش اصلا بقى خلاص. ابتدى الاطباء لما حضرتك الارقام اللي قلت عليها دي تقريبا التلت خرج، وده مش جديد يعني 60%. ولسه بس ده مش من تدني الاجور، يعني الاجور طول عمرها متدنيه بالنسبه للاطباء. بس حصل ان في فرصه اتيحت لهم في دول اوروبا وبعض والامريكنتين ان هم في الغرب اتيح لهم فرصه في ظل جائحه كورونا ان في فرصه عمل افضل من دي. هو فضل ان هو يترك البلد. كمان هنقول لاي مهنه في الدنيا اي مهنه في الدنيا اي واحد بنعاني منه كاطباء الحقيقه بيحصل دلوقتي حالا، سواء كان من الاعلام سواء كان من المواطنين. اشكرك دكتور خالد، باذن حضرتك دلوقتي في اي مهنه من المهن يا استاذ حسين، اي حد فينا هيلاقي فرصه مناسبه بمرتب كويس ووضع كويس سواء في مصر او خارج مصر، لا شك ان احنا جميعا سنسعى الى هذه الفرصه سواء ده في الطب او في غير الطب. فليه حضرتك حصرته مع الاطباء فقط؟ انا ما حصرتش مع الاطباء في اي مهنه، لكن انت يعني من حقه زي ما حق غيره. انت اتصرف عليك قد ايه كطبيب عشان تطلع وتمارس العمل دوت، والدوله وفرت لك قد ايه من ميزانيه التعليم اللي دافعها المواطن بتاع من ضرايبه؟ فهو وفر لك قد ايه من معامل، وفر لك قد ايه من اماكن، وفر لك في الشهاده اللي الغرب دلوقتي ياخدها على الجاهز، ووفر لك من ميزانيته قد ايه علشان يقدر. طب وبناء عليه الدكتور ده وبناء عليه. انا ليه حق كمواطن وكدوله وكاداره ان انا امنعك ان انت تسافر اصلا؟ لازم تأدي. هتمنعه يعيش ازاي يا استاذ حسين؟ يعيش ازاي؟ مش الدكتور ده اللي وضعه. الدكاتره كانت عايشه ازاي قبل كده وفي ظل الاجور الاقل من كده؟ خلينا نقول غير كده خالص. يعني انت شايف حضرتك ايه يعني؟ يمنعوه من السفر تماما ولا يعملوا ايه؟ مش فاهم.
لا انا عندي يعني خلاص يدفع المصاريف اللي دفعها في تعليمه، يدفع المصاريف دي او يتعهد بدفع فلوس تاني عشان نحضر كوادر اخرى. وفي بعض الناس انت منعت بعضهم استقال خالص، انت منعت جنسيه على الناس في مصر، بعضهم استقال من الوزاره اصلا. دستوري طيب ده امر دستوري حضرتك بتتكلم فيه ده دستوري؟ طبعا انا هقول لحضرتك انت منعت بعض الاشخاص. انا محامي بالنقد. طب يعني ده امر دستوري ان حد تمنع فئه معينه من الناس؟ ده انا بقول لك اكتر من كده ان انا اخد منهم الجنسيه. انا عايز لحضرتك انا اخد منهم الجنسيه وتاخد الاطباء الجنسيه. اقول لحضرتك انا اقول لحضرتك ما مش في حالات حاصله قدامنا في ناس خرجت بره البلد وأدت إلى مشاكل ليها ووصفوا بأوصاف إن هم أهل البلد وإرهاب و... بس عشان بس ترخيصة من كده، من كده الدكتور من اللي بيسافر بره عشان يحسن ده عشان أو يحسن معيشة حضرتك بتطالب بمنع يعني حضرتك ما كملتش الفيديو وارجع لك تاني. ده كلام حضرتك رجعت عندك كما شئت. انا عايز على لسانه بس هرجع على لسانه انا بقول على اكتر ان انا انت في ناس منعت عنها الجنسيه ان هي اضرت بالبلد. انت لما تمشي وتسيب الناس من غير طب ولا تعالجهم رغم ان انت اتعلمت في البلد دي وعشت في البلد دي. هو اللي قبلهم الدكاتره كانوا بياخدوا كام علشان نتكلم في الفلوس؟ طب احنا ليه ما نقولش ان احنا هنصلح اوضاعهم؟ لا طب انا هكمل استمراريتهم معانا الفكره دي وبعدين نتكلم في الاصلاح. نعم. هو حضرتك المستشفيات الخاصه دي اللي بتشتغل وبتكسب، بتكسب ازاي والدكاتره فيها قاعده ليه؟ ما تهاجر هي كمان. لكن المنظومه عندهم ماشيه بسيستم افضل من اللي ماشيه بيه الاداره الحكوميه. مشكلتك مع الاداره الحكوميه حلها، ما تاخدنيش انا كمواطن رهينه بينك وبين الحكومه وفي الاخر ما تقدمليش اي خدمه طبيه وانا اللي اضيع في النص. انت وفين هنقول بقى فين الوازع الاخلاقي والديني؟ انت لما بتخش في اي انا تعرضت، بنتي تعرضت لمشكله بسيطه في مستشفى 6 اكتوبر، حرارتها عاليه، رحت ما لقيتش لا طبيب ممارس بقى ولا عام ولا اي حاجه. دكتوره قدها قاعده اديتها قالت لها بروتوكول علاج كله يعني بقى. الدكتوره يعني ايوه ما انا بقولش لا ممارس ولا من غير ما تشوفها قالت كتبت لها بروتوكول علاج كورونا. انا ايوه الدكتور متخصص ايه يعني؟ ممارس عام ولا اخصائي؟ انا عارف الظروف وانا كنت رايح عشان اشوف بسرعه. نعم. انتقلت بسرعه بكلم حد وداني مستشفى خاصه، مستوصف خاص عادي خالص بتاع جمعيه اهليه بغض النظر. لا ما هو عشان اللفظ ده نعم يتقال لي هو وانا بتكلم في الوازع الديني. نعم. هنا في مستوصف وفي تبع الكنائس مستشفيات تبع ليها. نعم. وبيقدم خدمه طبيه. لقيت خدمه بسيطه، هو قاس الحراره وقال لي لا ده التهاب واداها حقنه واداها ما اعرفش حاجات بسيطه. اشكرك وعدت لك مجددا دكتور خالد سمير. اتفضل. طيب نمسك من اول النقط اللي احنا حبينا. اول حاجه كلمه ممارس عام، الممارس عام ده تخصص. نعم. واخد بال حضرتك بتاخد فيه تدريب 4 سنوات ويتاخد فيه شهاده. نعم. اما بيسمى جي بي ببعض الدول او طبيب الاسره ببعض الدول. في تخصص طب اسره تقريبا. هو ده الممارس العام اللي. نعم. بيشوف كل حاجه. الممارس. نعم. العام هو اهم تخصص طبي في دول العالم الاخرى. ليه؟ لانه مسؤول عن علاج 70% من المواطنين. تمام. في مصر عندنا مشكله في هذا الموضوع لان طبيب الاسره في مصر بيتم التعاقد معاه قبل التخرج ويروح الدول العربيه بياخد مرتب 10 مرات قد اللي بياخده هنا. تمام. فما بيعيش لناش اطباء اسره في مصر. نعم. اللي هو ليه السبب الاساسي ليه في السنتين 13 الاخرانيين زادت وتيره الهجره لان الفجوه زادت. الريال كان ب 95 بقى بجنيه، بقى بجنيه ونص، النهارده ب 5 جنيه. صحيح. فاصبح اجر الطبيب في بلد زي السعوديه 50 ضعف اجر الطبيب في مصر بدل ما كان 5 أضعاف بس قبل كده. فده طبعا اللي زود الفجوه دي، زود فكره ان الناس تمشي. نعم. وكذلك فتح دول اخرى زي ما قال الاستاذ للمجال الاطباء المصريين باللغه بس، مجرد ان انت تتعلم الماني هنسمح لك تخش امتحان الطب الالماني وانجليزي في انجلترا وهكذا. نيجي للنقطة المشكلة الأساسية زي ما الأستاذ قال، هو الظن بأن الأطباء هم المسؤولين عن الخدمة الصحية. احنا عايزين نموتهم أو نسجنهم أو نطردهم أو نشيل منهم الجنسية لأن هم المفروض يقعدوا يخدموا هذا الشعب. ده ملخص اللي هو قاله. نعم. إنما المحامي ممكن يفتح مكتب ويشتغل وياخد فلوس، وأقل حاجة ياخدها 2000 3000 جنيه من الواحد. ما بياخدش من الحكومة ضرائب أو فلوس. ممكن يا يعني. أستاذ أنا عايزك يا دكتور خالد أمين بعد إذن حضرتك، إحنا اتفقنا إن كل ضيف يا فندم أرجوك أستاذ حسين، كل ضيف يكمل فكرته ثم تعلق على ما تشاء. اتفضل يا دكتور خالد. إلى أن الدولة تفتح للشعب عشان تساعده لحقوقه القانونية مكاتب محامين يشتغل فيها المحامي ب 2000 جنيه في الشهر، ونقول اللي ما يعجبوش ان هو يشتغل بال 2000 جنيه في الشهر يهاجر او نشيل منه الجنسيه. مش من حق حد ان هو يعني بيشتغل خاص
واحنا عارفين كويس قوي المهن التانية بتاخد كام، وبعد كده يقول لك لا ده الدكتور بياخد 50 وبياخد 100، بينما هو مستحيل يقبض اقل من الاف في اي قضيه بياخدها مهما كان المحامي ده لسه في بدايه المشوار. نعم. وفي ناس بتاخد ملايين، احنا عارفينهم عشرات الملايين كمان في القضيه الواحده. تمام. يبقى احنا نيجي للمشكله الاساسيه برضو عشان نتكلم، هي مشكله الخدمه الصحيه في مصر. نعم. اللي مش عايزين نواجهها، الخدمه الصحيه خدمه عاليه التكلفه، عاليه التكلفه. صحيح. بلد زي فرنسا اللي هي عدد سكانها 60 مليون اقل من مصر ب 40 مليون بتصرف لها حوالي 3 تريليون ما يعادل مصري 3 تريليون جنيه للخدمه الصحيه. انا بصرف في مصر كام؟ يقول لك ميزانيه الصحه اصل 100 مليار اللي هي 1/10 تريليون اللي هي 1/30 من ميزانيه اللي بتصرفها بلد اقل من نص عدد سكاننا. تمام. فكره برضو الحق في الصحه. طب ما احنا الدستور بيقول الحق في الصحه، الحق في البيئه النظيفه، الحق في الحق في السكن. هل معنى كده ان الحكومه عليها ان هي توفر لكل انسان تديله شقه هديه؟ لا، الحق الحقوق الدستوريه حقوق اتاحه. نعم. يعني الحكومه بتعمل اللي عليها، بتبني شقق عاملاها بالتقسيط، اتفضل حضرتك تحمل المسؤوليه وخد اللي انت عايزه. نفس الشيء عندنا مستشفيات المفروض تبقى بتكلفه الخدمه الصحيه اللي احنا الدستور بيقول ان هي المفروض تكون تامين صحي، كل مواطن يدفع الجزء اللي عليه بمقدار رزقه وكسبه والدولة تتولى الدفع لغير القادرين. لكن عندنا برضو نظرا لعدم الفهم الصحيح لفكرة التأمين الصحي اللي هو موضوع اقتصادي بحت بقى، كيف أغطي تكلفة الخدمة الصحية؟ أنا عندي 100 مليون أقل خدمة صحية هتحتاجها في السنة، أنا مش هقولك هنبقى زي فرنسا، هنبقى نصها، محتاجين تريليون ونص أكتر من الموازنة المصرية. الموازنة بتاعتنا كلها تريليون وثلاثة من عشرة، بيروح نصها عشان خدمة الدين، بيفضل 600-700 مليار بنحاول ندبقهم عشان نعيش منهم. مش ده الواقع؟ يبقى أنا ما اتكلمش كلام أنا مش فاهمه، مش قده. النهاردة السرنجة دي بفلوس، وكل ما الدولار بيغلى معظم الحاجات الطبية المستوردة من بره، احنا الرئة الصناعية كانت ب 100 جنيه. نعم. النهاردة ثمنها 15,000 جنيه. يا الله. اه. واخد بال حضرتك ليه؟ كان الدولار بكام وبقى بكام؟ والاستيراد والمشاكل والكلام ده كله والأنواع الجديدة اللي بتطلع، تكلفة عملية جراحة قلب مثلا. النهاردة لما الحكومة بتدي واحد علاج، قرار علاج على نفقة الدولة، لازم الواحد ده يبقى فاهم ان دي ورقة تتكلف على الاقل 80,000 جنيه لو ما فيش اي مشكلة حصلت له. ولو قعد 5 ايام بس في الرعاية المركزة، هو اليوم في الرعاية المركزة بكام النهاردة؟ ب10 وب15 وب20 اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. كورونا شافوا الموضوع. لما تعمل عملية الواحد ويحتاج 5-6 ايام في الرعاية المركزة اقل شيء. يبقى واخد رعايه مركزه ب 90,000 جنيه غير العمليه وغير الصمام، الصمام النهارده في صمامات ب 40,000 جنيه الواحد. نعم. واخد بال حضرتك؟ المواطن بيقول لك، الناس بتطلع تكلمه في الاعلام تقول له الحق في الصحه، انت لازم يدولك كل حاجه ببلاش. مفيش الكلام ده. اللي ضحك على الناس وقال لهم ان في حاجه في الدنيا مجانا بيكذب، وفي النهايه الشعب هو اللي بيدفع كل حاجه. نعم. اما من ثروته لو عندنا بترول ولا غاز ولا كذا، واما طبعا من ضرايبه، واما من مرتبه ان هو بيدفع جزء لهذا. اعود اليك مجددا دكتور خالد امين، كان لك تعليق تفضل. احنا كان ليا تعليقات كتير الحقيقه. يعني نسيتهم ولا ايه؟ الحقيقه لا لا كلام كتير جدا، بحس بس عايز يبقى يعني وقت الحلقه مناسب عشان خاطر نقول. تعليقا على كما قاله الدكتور حسين، كان لك تعليق على كلامه. الحقيقه الكلام ده غير دستوري وغير قانوني، والحقيقه يعني انا زعلان جدا ان انا بسمعه من حد قانوني. يعني المفروض ان الاستاذ حسين احنا بنوصل ليه عشان خاطر نعرف منه المعلومه القانونيه السليمه. الحقيقه برضه ده زياده في التاكيد على كلامنا اللي احنا بنقوله، ان الترصد اللي بيحصل للاطباء وتحملهم مسؤوليات المشاكل اللي في المنظومه كلها، ده الحقيقه العامل الاكبر في عزوف الاطباء. على فكره الاطباء مش بس، انا بتكلم دايما بقول لك بحب كلمه هجره الاطباء. ليه؟ لان مش هجره الاطباء بس خارج البلد، ده هجره الاطباء في اطباء كتير جدا دلوقتي سابوا المهنه بقوا يشتغلوا حاجات ثانيه. نعم. بسبب اللي بيشوفوه. احنا في العيد اللي فات ده كنا مع دكتور استشاري واستاذ جراحه قلب نزل في العيد عشان خاطر يسعف مريضه. نعم. الاهل شرحوه، خد 69 غرزه. خبر موجود، الاستاذ حسين ممكن يفتح النت ويشوف الكلام ده كله. استاذ قلب نزل يعمل قسطره العيانه، اتشرح ليه بقى؟ تمام. حصل مضاعف من المضاعفات اللي حصلت في الموضوع. تمام. اتشرح في بتاع في اتخذ ضده اجراء عقابي اجرامي، لا حول ولا قوه الا بالله، ما يحصلش في اي وضع
مناسب للعمل. والدكتور تشرح لغايه دلوقتي احنا بنحاول ان احنا نجيب حق. التصاعد الحقيقه اللي بيحصل ضد الاطباء وتحميلهم المسؤوليه دي بقى مبالغ فيه جدا، وبقينا بنشوفه في الاعلام دلوقتي. فاحنا شايف الحل ايه يا دكتور؟ الحل ان احنا نعرف ازاي نتكلم بشكل حقيقي، يكون نملك الشجاعه كلنا، نملك الشجاعه كلنا ان احنا نوجه اصابع الاتهام نحو اسباب المشاكل اللي في المنظومه. نتكلم على مشاكل التمويل الحقيقيه، يمكن الدكتور خالد كان بيتكلم عنها شويه، والميزانيه المتدنيه اللي ما تقدرش بس تتكلم في الاجور بس او توفر الاجور، ده كان العكس، كان ما تقدرش توفر لك وترحلك. دخلت المستشفى اكتوبر كنت هتلاقي كل حاجه محتاجه في المستشفى، انا ما لقيتش حاجه خالص. انا اشك يعني المستشفى اكتوبر او المستشفيات الحكوميه هل فيها كل ما يناسب المرضى؟ لو الاطباء كلهم موجودين هيقدروا ان هم، احنا كنا بنبقى قاعدين محتاجين للمريض ده مثلا سرير رعايه زي ما حضراتكم اكيد عارفين ازمه اسره الرعايه. 20,000 طبيب موجود بس ما فيش عندك غير 5 أسرة، وفي عندك 20 مريض بره. الوحدات الصحيه بتشتكي من عدم وجود جلافزات ومسكات، ايه مشكله يعني الدكتور؟ حاجات بسيطه يعني. انا عايز افهم دلوقتي، تعال بقى اللي بيحصل، الناس بتهاجم الدكتور ساعتها، جايين الدكاتره دي يعني خلاص سايبه الاسره عشان تنام على الليل للاسف يعني. لا هم موجودين في الصوره، وهم اللي بيتم تصدير الكلام ليهم، ويتقال كلام الحقيقه مش سليم في سبيل التحريض ضدهم. الكلام احنا الحقيقه ما ناخدش بالنا منه، لما بنقول الدوله صرفت على الدكتور، طب ما صرفت على المحامي، صرفت على المدرس، صرفت على الناس كلها. وبعدين هي صرفت وفرت لبسين، يعني انا كنت انا كنت بتعلم، انا عشت 7 سنين من اصعب 7 سنين في حياتي، انا بتكلم عن نفسي دلوقتي، من اصعب 7 سنين في حياتي. هل ده انت حضرتك معتبرها رفاهيه المفروض ان انا ادي قصادها؟ عكس، انا الدوله شافتني واحد، او انا شافت الفئه بتاعتي كلها فئة تستحق ان هي تدربها وتهيئها عشان تبقى اطباء. نعم. وبعد كده المفروض الدولة توفر ليهم البيئة الامنة والمقابل المادي المحترم اللي يعينه. انا والله العظيم بتكلم في دلوقتي في المقابل المادي اللي يعينه على ان هو يغطي احتياجاته الحياتية واليومية، يفتح بيته ويصرف على اسرته فقط. احنا ما بنتكلمش دلوقتي في رفاهية، ما بنتكلمش في حاجة. تمام. احنا بنتكلم، انا بتكلم حضرتك قاعد قدامك دلوقتي، انا مرتبي 3600 جنيه. قول لي بقى مين في البلد كلها يقدر ان هو يعيش دلوقتي؟ مش طبيب جديد بالظبط، مع دكتوراه ولا رئيس قسم في المستشفى اللي انا فيه، اعيش ازاي ب 3600 جنيه؟ فلما اجي بقى تسمح لي ادور على تسمح لي ارد رد المريض او المشاهد بيتفرج علينا. بقول لك يا دكتور خالد برضو، ما حضرتك اكيد عندك عياده خاصه، والعياده الخاصه دي بتدر على حضرتك الدخل. عفوا ده مش كلامي، لكن خليني اقعد مكان المشاهد. تقول ايه لما يقول لك كده؟ لا انا مش عايز افتح عياده خاصه. انا عايز حضرتك الواقع ايه؟ اتفرغ لخدمتك. يروح له في العياده الخاصه. يروح له في العياده الخاصه. هو عايز يقول لك ان الدخل مش عاد. لا احنا هنقارن الحاجه اللي ما بدفعش فيها ولا مليم بالحاجه اللي بدفع فيها فلوس. لا انا بضحك، انا عايز اخد بقى اشتري تفاح بس اخده بثمن الطماطم. والله العظيم والله العظيم انا عايز اشتغل في الحكومه في مستشفى الحكوميه، اخلص الساعه 2 بالليل واروح الظهر واروح زي الناس كلها. لا مش 2 بالليل، 2 الظهر. اروح زي الناس كلها، البس هدوم البيت بقى، اخرج مع اسرتي، اخرج، مش عايز اعيش حياه طبيعيه. انا الحقيقه والله العظيم خالد امين مش عايز اعيش الحياه. على فكره ده بيخلي الاطباء تسافر بره، لانه فعلا بيشتغل موظف واخر وبقيه اليوم بيعيش حياته في اليوم وويك اند، اما هنا عايش في دوامه طول اليوم. انا بقول لك حاجه ثانيه، ثاني اهو والله ثاني، ما هيش مشكله الاجور، هي مشكله النظام الحياتي. الدكتور والله العظيم الدكتور ما بيحسش بالامان خالص دلوقتي. هو حاسس ان هو محاصر من كل حته، وخاصه لما بيسمع اخبار زي الموضوع اللي حصل لدكتور القلب اللي هو بيتكلم عليه. دكتور خالد عندك خبر زي ده كل يوم. والله العظيم عندك خبر زي ده كل يوم. ليه الناس طول الوقت برضه، وهعيد تاني للكلام واسمحوا لي بس في التحفظ على القصه دي، طول الوقت برضه في الاعلام عمال يسمع اهمال الاطباء، المريضه الفلانيه حصل لها كذا بسبب الطبيب مش عارف ايه، انا رحت ببنتي في المكان الفلاني وما لقيتش كذا. لو كل واحد عنده مشكله حقيقيه حاول ان هو يدور على الـ على الـ على الـ على الـ الـ السبب الحقيقي فيها، سواء كان من خلال اداره المستشفى اللي راحها، او سواء كان لجان تحقيق، او سواء كان النيابات. والنيابات دلوقتي ما بتسميش علينا بالمناسبه، ما بتسميش علينا خالص دلوقتي، أو لا، الناس دلوقتي يا اما بتاخد حقها بايديها من الطبيب، فالطبيب خالص مش حاسس بالامان. يا اما الناس بتطلع تطلع في التلفزيون يقولوا اسامي الناس واسامي الدكاتره ويفتروا عليهم افتراءات ما انزل الله بها من سلطان، ويتم الصاق اتهامات جزافيه بالاطباء. وطول الوقت اشكرك دكتور خالد، شكرا جزيلا. استاذ حسين تعليق حضرتك، عشان احنا للاسف وقت الحلقه ضيق يعني. انت خليت الضيفين، انا يعني انا بقول في الاخر ان المواطن اللي بيدفع الثمن، الاطباء مش قادرين يحموا نفسهم ويواجهوا الاداره. هم لا يحموا نفسهم؟ طبعا. ولا مفترض ان الجهات المعنيه اللي احنا اتكلمنا كل المنظومه دلوقتي اتكلمت واحنا قاعدين في سبب واحد، وهو سبب مادي. نعم. قبل كده له اسباب اخرى. لا لا اساسي الاساسي من ضمن التعدي على الاطباء في المستشفيات مش اول امبارح يعني. هو كان في اطباء قبل كده وكانت الحاله يمكن اسوأ من كده، كان في حروب وصراعات وكانوا موجودين وبيحاولوا نوجد حلول اخرى، انما هم حطوا المواطن يا اما نعالجك
يا اما مالناش دعوه بيك والحكومه بتصور. انا ما قطعتش حد في المستشفيات العامه بالدوله اللي بتعالج يا اما نعالجهم بشروطنا ان احنا نبقى ما حدش يكلمنا لو حصل اهمال، والاهمال ليه قاعده واحده بتعريف في القانون، الاهمال هو عدم توقع الحظر. انا مش هقول لك حضرتك انا عدم توقع الحظر عند اجراء كذا كذا كذا، فاللي بيحصل فيه الطب الشرعي بدكاتره زيهم هم، حتى في قانون المسؤوليه التقصيريه الخاصه بالمسؤوليه الطبيه فرضوا شروط كتير، عشان كده اتاخر القانون في اللي هو مقدمه الحكومه من مجلس الشعب او يقرر من الاجل، مع ان كل الدول اللي حوالينا وكل العالم ماشي بالقانون دوت والكود ده، لكن في الاخر الاطباء عايزين يفرطوا شروطهم. يا سيدي هات اي قانون اي دوله ثانيه واحنا مستعدين. خلاص انا افضل ضيف في الحلقه ومش هكتب. الله يرضيك الصحه العافيه. عايز اقول الحل، عفوا دقيقه، الحل يا دكتور خالد، الحل هو الواقعيه في النهايه زي ما قلت لحضرتك، الخدمه الطبيه خدمه مكلفه، والذي يدفع ثمنها هو المجتمع، المواطن هو اللي بيدفع، والمجتمع هو المسؤول عن الخدمة الطبية، الحكومة منفذة، لازم الناس تكون صريحة مع بعضها ونشوف هتتكلف كام وهندبر التكاليف ازاي وندي للناس حقوقها، واللي ما يشتغلش كويس نمشيه، احنا اللي نمشيه بقى، واللي بياخد حقه يقعد وبالشروط بتاعتنا هو نفسه هيبقى حريص على انه الحق ده يكمل. بعد كده نوفر بقى الحاجات في المستشفيات والاماكن، والدكتور حتى اللي بعد كده نمنعه ان هو يشتغل في الشغل الخاص زي ما الدكتور خالد قال، طالما يعني بياخد حقه. قلنا ان في نسبه كبيره هاجرت من مصر الى خارج مصر في دول عربيه واجنبيه، لكن في عدد كبير من الاطباء استقال وتفرغ للعمل الخاص في مصر في عيادات خاصه. في حد باللي راح الدول العربيه دي فتح عياده في الدول العربيه زي بيشتغل في المستشفى العام في الدوله العربيه بياخد مرتب 8 ساعات او في الخاص 8 ساعات زي ما حضرتك قلت، واجازه يومين في الاسبوع وبقيت يوم عايش طبيعي، و50000 ريال وشقه وتذاكر طيران. دي معامله الاطباء في كل دول العالم ما عدا مصر. مصر اخطر بلد في العالم على الاطباء. حضرتك جبت انا مش عايز اتكلم على السجن، انا قعدت اقول لك كتير والقضايا والاهمال والبتاع. نعم. الاحكام بالسجن على الاطباء، على شخص اهمال فعلا، مفيش طبيب بيسجن الحقيقه على يعني احنا في مصر البلد الوحيده لو خبطت واحد بالعربيه اروح يصوروا البطاقه بتاعتي ويترفع عليا قضيه، وما لو انا حاولت انقذ حياه واحد وعملت له عمليه اهله ما عجبوش النتيجه رفعوا عليا قضيه اتحبس الاول ويطلع عليا قضيه واهله يجيبوا محامي يساومني، يا اما هنسجنك يا اما تدفع نص مليون جنيه ولا مليون ولا. ده الواقع في مصر وحضرتك عارف. هل هنستمر في ذلك؟ ليه الاطباء بيمشوا؟ هذه هي الاسباب في هجره. نعم. الاطباء اشكرك. اتفضل دكتور خالد. الحقيقه طول ما الخطاب ده موجود خلينا في الحل. طول ما الخطاب اللي اتقال في الحلقه دلوقتي موجود، طول ما هنعاني بنفس المشكله. احنا لسه بنتكلم برضه بنقول نبعد عن الدكتور، هو واحد من ضمن فريق بيمارس، يعني في اطباء، في اسنان، في صيادله، في تمريض، في اداريين، في مسؤولين، في تنفيذيين، في حاجات كتير جدا، في جهات كتير جدا، في برلمان، عندك حكومه، عندك حاجات كلها. احنا نسيب كل الحاجات دي دقيقه عشان نختم الحلقه، بنسيب الحاجات دي كلها ونتكلم بس في الحل. نبص، يبقى نملك الشجاعة تاني ان احنا نتكلم على القضايا الحقيقية، نملك الشجاعة تالت لنتكلم على القضايا الحقيقية، ما نقعدش بس عشان خاطر نريح قلوبنا نتكلم على الطبيب بس، لان هو ده الجانب اللي الحقيقة ان اللي بيدي امان لينا واحنا بنتكلم، لكن احنا بنخاف نتكلم نقول الحكومة مسؤولة، بنخاف نتكلم نقول ان وزارة الصحة او الجهات المعنية بالصحة في مصر مسؤولة، بنخاف نتكلم على مشاكل التمويل الحياة دي كلها. والحقيقة انا كلمة بخاف دي انا باكد عليها، الخطاب اللي بيريحنا احنا بس هو بس نروح، لكن احنا عارفين ان الخطاب ده ما بيعالجش. توفير بيئه عمل امنه للاطباء. نعم. اقرار قانون خاص بالمسؤوليه الطبيه زي ما هو موجود في السعوديه وموجود في دول اخرى، الحقيقه كانت متاخره علينا كتير جدا او متاخره عندنا كتير جدا في المشاكل الصحيه، بالعكس الانظمه الصحيه اللي عندها قامت على اكتاف الاطباء اللي بيسافروا بالمناسبه من الستينات ومن السبعينات مش من فتره كورونا، بيسافروا من زمان جدا زيهم زي بقيه فئه المجتمع. توفير اجور محترمه للاطباء وتضمن تفرغه. انا بقول لحضرتك لو توفر اجر عادل، الدكتور خالد من شويه كلامك على الصومال. نعم. انا اشتغلت في الصومال، انا قعدت سنه ونص بشتغل في الصومال، انا كان مرتبي في الصومال 3000 دولار تمام، وكنت لسه تخيل لما طبيب مصر. نعم. ومحترم وكبير يسيب مصر ويروح يشتغل في الصومال اللي فيها الحرب عشان الفلوس. نعم. والله العظيم تخيل، يعني كنا في وسط ضرب النار، كانت انا كنت راكب طياره في رحله من الصومال لجيبوتي، طياره اتفجر فيها قنبله من ارهابي، ومع ذلك رجعت بعديها باسبوعين تاني الصومال، لان انا كنت في نفس الوقت ده كان مرتبي 1700 جنيه هنا في مصر، ما كنتش عارف اعيش بيهم وانا لوحدي،
تمام. فكنت لازم ان انا اروح البلد دي، لان انا كنت برضه في نفس الوقت ده كنت صغير ما اقدرش اسافر دول الخليج ولا اسافر دول اوروبا شويه. فكنت البلد الوحيده اللي كانت متاحه ليا ان انا اعرف اجيب منها فلوس الصومال. ومع ذلك بقول لك الطياره اتفجرت بيا ورجعت تاني بعدها باسبوعين في فبراير 2016. الطياره اتفجرت 2 فبراير، انا رجعت للصومال حوالي 17 فبراير تاني. وكانت امي عماله في البيت اقسم بالله امي كانت بتعيط تقول لي ازاي هترجع تاني، انا مضطر انا لازم ارجع. طيب انا بحكي حاله دلوقتي انا عشتها بنفسي في بدا. فانا كنت رايح بلد في منتهى بتاع، لكن انا هقول لك اللي حصل لي معايا في البلد دي. كان مرتبي زي ما قلت لحضرتك 3000 دولار. نعم. اقسم بالله لم اتعرض الى اي مضايقه من اي حد حصل. انا عملت 650 عمليه او شاركت فيها والله العظيم، وكان في حاجات بتطلع سليمه، كان في مضاعفات بتحصل، كان في وفاه حصلت مرتين هناك والله العظيم ما ولا واحد حتى كمان رفع صوته علي، ان هم عارفين هناك قادرين حجم المجهود اللي بيبذل في سبيل انقاذ الناس دي. انت منتظر ايه اكتر من طلعت فجرت فيك يا لا انا ما فجرتش بسبب ان انا كنت عندي مشكله طبيه او مشكله مع اهل مريض ولا حاجه. انا بقول لحضرتك اي واحد منهم لو كان رفع، كلهم ماشيين ببنادق هناك يعني في الحته اللي انا كنت فيها في مقديشو، لو حد فيهم رفع بندقيه وضربني بالنار ولا حد هيساله ويقدر يقعد جنب جثتي ولا حد يكلمه ويقول له انت رايح فين وعملت ايه وضربته ليه. ومع ذلك الناس كانت عارفين قيمه الطبيب والله فما يموتوش لان هو اللي بيخدمهم. وكان عايز اقول لك على حاجه كمان اخيره، كان في مستشفى جنبي جنبنا مستشفى تبع الحكومه التركيه او حاجه شبه كده، وفي اطباء من كندا وامريكا. اقسم بالله كانت الناس بتسيب المستشفى دي وترجع لنا احنا هنا كمصريين في المستشفى اللي احنا شغالين فيها، عشان خاطر كانوا بيثقوا في الطبيب المصري. نعم. وبيثقوا في كفاءه الطبيب المصري. ده انا عشته بتجربه شخصيه. مرتب محترم، لم اتعرض الى مضايقات ما شفتش في اي حته في الدنيا دي كلها. الناس بتهاجم الاطباء بالشكل الكبير جدا ده، واحنا كنا مش بس اقول لك المنظومه الصحيه فيها مشاكل او مستشفى فيها دكتوره بتكتب علاج وخلاص، لا ده انا بقول لحضرتك احنا كنا بنعمل عمليات في حاجات تقريبا في الشارع. نعم. احنا البلد ظروفها وامكانياتها متواضعه شويه، فكنا بنستقبل المريض في حته مستشفى ميداني يعني غريبه بالشكل دوت. ومع ذلك الناس كانت مقدره. شكرا جزيلا، نورتونا وشرفتونا، ربنا يبارك فيكم. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني لن اتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيوفي هذا اللقاء، الاستاذ حسين بدران المحامي، كل الشكر والتقدير لحضرتك، ربنا يكرمك. ايضا اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور خالد سمير استاذ جراحه القلب، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ايضا للدكتور الفاضل الدكتور خالد امين عضو المجلس العام لنقابه الاطباء، شكرا جزيلا يا فندم، ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقه وغيرها من حلقات من الحياه موجوده على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه قناه الرحمه، بعد عرض الحلقه مباشره ان شاء الله. ومن هنا الى القاكم باذن الله في حلقه الاسبوع القادم وملف جديد من ملفات من الحياه. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.